السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي جدد على القناه واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهده وعلى التعليق الزوينه اللي كتحطوا لي بسم الله انا هنايا عندي قطع ديال الدجاج عندي في ديال الدجاج مقطعهم هكا شويه رقاق و كندير بعد ما درت الزيت في الاول كندير واحد ربع كاس ديال الزيت كندير بصله مش عفوا غادي نضيف ثلاثه الفصوص ديال الثومه اللي كنهرسهم او كنقرضهم رقاق احسن نهرسهم باش كيتشربهم الدجاج غادي نضيف القزبر والمعدنوس اللي شويه رقيق وغادي نجيب واحد الزلافه فيها الماء وكندير فيها الملح حسب الطوق وغادي نضيف الكركم او الخرقوم البلدي كندير معلقه كندير راس مع المعلقه ديال الفلفل الاسود انا دايره البيض وكندير راس المعلقه ديال العطريه ديال الدجاج كندير نص معلقه ديال البابريكا او التحميره وفلفله أو الحلوة كندير نص معلقه ديال القرفه صافي كنخلط غادي نضيفهم هكا فوق غادي نزيد شويه ديال الماء وكنضيف هاد الماء تا هو كنضيفو كنزيدو في الطاجين لان هاد الطاجين تيتشرب ماشي بحال الطاجين ديال الطين بحال هكا الا درنا الطاجين ولا الطنجره تنزيدوا شويه الماء كناخذوا الكميه ديال الماء باش ما تحرقش لينا صافي بعد ما نحطو فوق البوطه كيتشحر غادي نقلبوا بحال هكا حتى كيتشرب العطريه مزيان غادي نزيد نغطي عليه ونخليه شويه حتى كيتشحر مزيان من الجهه الاخرى هنا بعد ما تشحر غادي نعاودو نقلبو صافي وغادي نروي عليه شويه ديال الماء الماء كيكون سخون هكا مغلي ونخليه حتى كيزيد يغلى وكنبدا ندير عندي خيزو هكا مقطعاه طروفه صغار كنديرو بحال هكا لان قطعته رقيق باش دغيا كيطيب مع الدجاج ما كيعطلناش والدجاج بعد ما خليناه يتقلى راه خليناه تقلى مزيان واحد واحد 30 دقيقه هو كيتقلى حتى كيتشرب العطريه وكيبدا يطيب غادي نزيد البطاطا انا كندير البطاطا هكا كن على الشكل طولي نوقفها هكا في الجناب ديال الخيزو كنستمر عليها بحال هكا حتى كنكملها هنا عندي واحد جوج بصلات مشلضاهم هنا هاد الطاجين كنديروه كنديرو فيه الخضره هكا منوعه يعني كناكلو الخضره وكتجي لذيذه واخا كنوعو الخضره في الطاجين هنا عندي واحد الحبه ديال الباذنجان اللي قطعتها ودرتها في الجوانب قطعتها بحال هكا على جوج عاود قطعتها على العرض ديالها درت طريفات بحال هكا كنديرها في الجوانب ديال الطاجين حتى هو كيجي لذيذ في الطاجين البنات وجربوه نكمل البصله اللي باقي عندي وغادي نضيف عليها هكا العنب يابس او الزبيب بعد ما غسلته وقطته في الماء نقعته في الماء صافي وكنغطي الطاجين وكنقص عليه العافيه وكنخليه يطيب على خاطرو نخضه معايا 20 دقيقه وكان هكا موجود العافيه مهيله الا بغيتوا البنات الطاجين يجي يجيكم الديد وجهكم رائع مهلو العافيه ما تجهدوش على العافيه انا هنا راه دايره الحديده ولو دايره الطاجين ديال الجرانيت كندير الحديده باش كتمشي العافيه كتمشي مهيله انتما شفتوا معايا راه كلشي طاب يعني الخضر كلها طابت وكنقول لكم بالصحه والراحه ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد لي جداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق الزوينة اللي كتحطوا ليا غادي نخليكم مع الصور ونقول لكم بالصحة والراحة وبالسلامة عليكم